السلام عليكم، معكم أمير، مرحبا بكم في قناتكم تريك برو. اليوم إن شاء الله جيتكم في حلقة جديدة وفتح علبة جهاز جديد. جهاز اليوم من شركة سامسونج وهو جهاز جالاكسي جي 8، الأخ الأكبر لأجيسيز. اليوم إن شاء الله نفتح علبة الجهاز، نتعرف على محتوى العلبة، أيضا نتعرف على خصائص الجهاز والشكل والديزاين الخاص بالجهاز، وفي الأخير نتعرف على سعر الجهاز، ويبقى الخيار لكم إن كان الجهاز يستحق الاقتناء أم لا. قبل البدء في الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على جرس التنبيهات والإعجاب بالفيديو، وهذا لتشجيعونا للاستمرار إن شاء الله. إذن أول شيء نبدأ به وهو فتح علبة الجهاز والتعرف على محتواه. بالنسبة لمحتوى العلبة، نجد دليل المستخدم الخاص بالجهاز، ونجد أيضا ضمان خاص بالجهاز، نجد أيضا شاحن وهو بوصلة 2.0 كما ترون، وأيضا نجد سماعات للمكالمات خاصة بالجهاز. إذن هذه كانت جميع محتويات العلبة. الآن نتعرف على الديزاين والشكل الخارجي للجهاز. بالنسبة للديزاين والشكل الخارجي للجهاز، كما ترون الجهاز مطابق لجهاز جي 6 لسامسونج. الاختلاف هو في الحجم، وأيضا الجيويت يتوفر على كاميرتين في الخلف. إذن من هذه الجهة نجد زر الباور، ونجد أيضا منفذ خاص بمكبر صوت. من الأعلى لا يوجد شيء. من هذه الجهة يوجد زر خفض ورفع الصوت، ويوجد منفذ خاص بشريحة سيم، ومنفذ خاص بشريحة سيم وكرت للذاكرة. من الأسفل نجد المنفذ الخاص بالشحن والداتا، نجد الميكروفون الخاص بالمكالمات، ونجد المنفذ الخاص بسماعات الأذن. من الأمام نجد شاشة ضخمة وهي 6 إنش، نجد أيضا كاميرا مدعومة بفلاش. من الخلف نجد حساس للبصمة، نجد أيضا كاميرتين مدعومتين بفلاش. بالنسبة لجودة التصنيع الخاصة بالجهاز، فهو من المعدن والبلاستيك والزجاج. إذن هذه كانت الشكل الخارجي للجهاز. الآن ننتقل لخصائص الجهاز. بالنسبة لخصائص الجهاز، أول شيء الشاشة. شاشة هي 6 إنش HD Plus بالأبعاد الجديدة، 720x1440. يتوفر لنا على معالج من سامسونج بتردد 1.6 GHz وهو ثماني النواة. النسخة التي أمتلك 3 جيجا من الرام و 32 جيجا ذاكرة داخلية. بالنسبة للبطارية فهي 3500 ميلي أمبير، حيث أنها تصمد معك كثيرا. أما بالنسبة للكاميرات، كاميرا أمامية 16 ميجا بيكسل مدعومة بفلاش، والكاميرا الخلفية ثنائية 16+5 مدعومة أيضا بفلاش. ولا ننسى الجهاز داعم للبصمة. هذه كانت جميع خصائص الجي 8 من شركة سامسونج. إن شاء الله يكون فيديو اليوم قد أعجبكم، وإن شاء الله نكون قد أفدتكم بالقدر الذي أستطيع. بالنسبة لسعر الجهاز وهو حوالي 51,000 دينار جزائري. اتركوا لي في تعليقات إن كان الجهاز يستحق الاقتناء أم لا. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على جرس التنبيهات والإعجاب بالفيديو، وفي حلقات أخرى، والسلام عليكم. السلام عليك يا رسول.